السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الرابع الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات قواعد اللغة العربية المفعول المطلق، الكتاب الجزء الثاني صفحة 9. المفعول المطلق أعزائي الطلبة مثل ما تعرفون هو دائما يجي منصوب، وقد يكون لتوكيد الفعل أو لبيان نوع الفعل أو لبيان عدد مرات الفعل، وأكو مرات يكون هذا المفعول المطلق اللي يكون بكل أو بعض. نجي هنا هسه احنا عندنا راح نحل التمارين. بالبداية التمرين الأول يقول اختر الجواب الصحيح مبينا السبب. عندي هنا مشيت الفراغ الأبطال، شو أقول؟ مشي الأبطال، مشيت مشي الأبطال. هنا بيان نوع الفعل، فما أقول يصير أقول يعني مشيا. ضربت الكرة ضربتين وليس ضربتان. ليش ضربتين؟ لأن مفعول مطلق ينصب بالياء. زين، جد كله الجد، جد كله كله كسر، هذا بالفتح العفو، كله. ليش؟ لان ايضا هذا مفعول مطلق يكون بالفتح منصوب. وايضا عندنا ضربته 20 ضربة، ضربته 20 ضربة، هنا ايضا يكون منصوب. هذا بالنسبة اعزائي الطلبة للتمرين الاول. نجي على التمرين الثاني، يقول اجعل كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة، وهات مصدر كل فعل منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكدا لفعله مرة ومبينا لنوعه مرة أخرى. نجي على الأفعال، عندي احتفظ، احتفظ اللاعب بالكرة احتفاظا، أو احتفظ اللاعب بالكرة احتفاظا رائعا، تصدق، تصدقت بالمال تصدقا، أو تصدقت بالمال تصدقا كبيرا، استراحة، استراح العامل استراحة، أو استراح العامل استراحة قصيرة، اهتدى، اهتدى الناس بالقرآن اهتداء، أو اهتدى الناس بالقرآن اهتداء نافعا، سار، سارت السيارة سيرا، سارت السيارة سيرا سريعا، أكرم، أكرم الله الصالحين إكراما، أو أكرم الله الصالحين إكراما كبيرا، اشترى، اشتريت الهدية اشتراء، أو اشتريت الهدية اشتراء رخيصا، اختار، اختر الأصدقاء اختيارا، أو اختر الأصدقاء اختيارا دقيقا، نسي، نسي المهمل الدرس نسيانا، أو نسي المهمل الدرس نسيانا كبيرا أو نسيانا طويلا. هذا بالنسبة لل التمرين الثاني. التمرين الثالث يقول ضع مفعول مطلق مناسب في الفراغات التالية: يحتفظ علي بالمودة احتفاظا، ينير البدر إنارة، يثور البركان ثورانا، فاض النهر فيضانا، ظهرت حجتي ظهورا. هذا بالنسبة للسؤال التمرين الثالث. التمرين الرابع يقول اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا مطلقا في جملة مفيدة: حفظ، حفظ الطالب القصيدة حفظا، لعبا، لعب الطالب لعبا، نوم المستريح، نام العامل نومه نومة المستريح، بيع المضطر، بعت السلعة بيع مضطرا، غضبة الأسد، غضب الجندي غضبة الأسد، احتضارا، احتضر المريض احتضارا، ثورانا شديدا، ثار البركان ثورانا شديدا، سهرا طويلا، سهرت الأم على راحة أبنائها سهرا طويلا، سيرا سريعا، سارت السيارة سيرا سريعا. هذا أعزائي بالنسبة للتمرين الخامس. نجي هنا للتمرين الرابع. التمرين الخامس يقول كون الجمل الآتية، بحيث أول شيء مثلا جملة من فعل ماضي وفاعله ضمير متصل ومعه مفعول مطلق مبين للنوع. شوف، العراقيون صبروا صبرا جميلا، شنو ضمير متصل؟ شوفوا ضمير المتصل صبروا
فعل ماضي صح؟ الضمير المتصل مالته اللي هو الواو. صبر العراقيون صبروا صبرا جميلا. زين؟ وهذا مفعول مطلق لبيان النوع. جملة من فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ومعه مفعول مطلق مبينا للعدد. اللاعبون يدورون حول الملعب دورتين. يدورون هذا من الأفعال الخمسة بثبوت النون فعل مضارع. زين؟ جملة من فعل أمر مبني على حذف الواو. يعني شنو مبني على حذف الواو؟ يعني معتل ومعه مفعول مطلق مبينا للنوع. اتلو القرآن اتلو، يعني هذا فعل أمر. اتلو القرآن تلاوة خاشعة. زين، التمرين السادس يقول اعرب الآية اعرابا مفصلا. قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. اجلدوهم الفاء حسب ما قبلها. اجلدوهم فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم علامة للجمع. 80 نائب عن المفعول المطلق. احنا مو قلنا مثلا من نجي 20 و50 و60، هاي نسميها نائب عن المفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. جلدة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة أعزائي الطلبة لحل المفعول المطلق الخاص بالصف الرابع الإعدادي فرع الأدبي والفرع العلمي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.